السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من بين قوسين. نناقش هذا الاسبوع سبل حمايه اموال الدوله من الميليشيات شمالا وجنوبا. لا تكاد الحكومه الشرعيه تخرج من مشكله الا وتدخل في اخرى، بينما تحاول استرداد أموال الدولة التي تنهبها ميليشيا الحوثي الإنقلابية في مناطق سيطرتها، تتعرض أيضا للنهب المنظم من ميليشيات الانتقال جنوبا. تشتم ميليشيا الحوثي على موارد الدولة في صنعاء والحديدة وغيرها من المحافظات، حتى تلك الأموال التي تضمنتها تفاهمات السلام الدولية والتي تقتضي توريد أموال النفط والمشتقات إلى فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة، وهذا المبلغ لا يقل عن 45 مليار ريال. في ظل هذا الوضع ثمة تساؤلات كثيرة تتعلق بقدرة الحكومة على استعادة الأموال المنهوبة من الميليشيات الخارجة عن القانون، وعما إذا كانت قادرة على استعادة ما ينهبه الانتقالي على أقل تقدير كونه تحت إدارة التحالف راعي اتفاق الرياض. ذلك وغيره سنناقشه باستفاضة مع ضيوف الحلقة، ولكن مشاهدينا بعد أن نشاهد هذا الاستطلاع من محافظة الضالع الذي يتحدث فيه الناس عن أنه ما قام به المجلس الانتقالي من نهب للأموال لم يكن تصرف ارتجالي وإنما بإشراف من التحالف، هذا هو حديث الناس. دعونا نشاهد. الميليشيات سواء في الشمال أو في الجنوب لن تستطيع أن تبقي على الأموال، ولكن الحوثيين هم استولوا على الأموال بقوتهم، لكن أعتقد الانتقالي أن هناك ضوء أخضر من التحالف، وإلا لما استولى على الأموال فهو تحت سمع وبصر التحالف، وإذا اضطر الأمر ستدخل الطائرات الأماراتية لحمايته. الحق لا يسكت، بالتقادم ستعود اليوم او غدا هذه الاموال، وهي اموال شعب وليست اموال جسم وليست اموال احد. بالنسبه للاموال التي نهبت من البنك وينهبوها من الموانئ ومن ويجوعوا بائع الناس ويجوعوا المواطنين، في اعتقادي انه لو لم يعطوا الضوء الاخضر لما تجرؤوا على مثل هذا الاعمال، على مثل هذا الاعمال القبيحه، على مثل هذه الأعمال التي يراد بها تجويع الشعب فوق ما قد يجاوع. على الذين ينهبون أموال الدولة أن يفهموا إن لازم ترجع للدولة، الدولة ما تقوم مهما كلفنا الأمر، نحن ما تعود اليوم أو غدا ما تعود، نحن ضحينا بأولادنا من أجل الأمن والأمان وليس الخوف. إذن مشاهدينا في بداية الحديث أرحب بضيفي معنا من فرنسا أو من ألمانيا عفوا، السيدة جميلة عبيد صحفية مهتمة بالشأن الاقتصادي، ومعنا أيضا من محافظة مأرب عبر الأقمار الصناعية الصحفي المتخصص في الاقتصاد السيد محمد الجماعي. مرحبا بضيفي، وأبدأ مع ضيفي من مأرب السيد محمد الجماعي. سيد محمد مساء الخير. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد محمد. نتحدث اليوم عن الأموال المنهوبة وسبل حمايتها من قبل الميليشيات شمالا وجنوبا. أولا نبدأ فيما يتعلق بالميليشيات جنوبا. هناك عملية نهب تمت قبل أقل من أسبوع ل يعني أموال كثيرة تابعة للحكومة، وبالمقابل هناك كتابات طمأنة لك شخصيا في أن المال سيعود وأن لا مشكلة. هل بالإمكان التوضيح للناس عن ما وراء القصد؟ أنا يمثلني هذا العنوان بشكل كبير جدا، وهو سبل حماية أموال الدولة من الميليشيات. هذا تناول مسؤول وتناول جميل جدا، ويصب في نفس العنوان الذي هو سبل حماية أموال الدولة من الميليشيات. المواطن الثالث الذي في الاستطلاع الذي قال هؤلاء ينهبون موارد الدولة، نحن لم نضحي بأبنائنا من أجل يعني أن نسكت على مثل هؤلاء، سواء كان التحالف أو الحوثي أو الانتقالي، أيا كان العابث بأمن اليمن وأمواله وثرواته سيقف الناس ضده. بالنسبة لما قام به الانتقالي من
نهب هو يعني يعتبر أمر مكرر منذ يناير في بداية هذا العام، نهب حوالي 18 مليون ريال، لكنه ذهب بعد ذلك وسلمها للتحالف لمقر التحالف في السعودية. هل نهب منها؟ هل أخذ منها؟ كم المبلغ الذي أخذه منها؟ لم يأخذ، يعني لا أحد عنده معلومة حول هذا الموضوع، وبالتالي هذه الحادثة يمكن أن تكون كسابقتها، لأننا نعرف وجود التحالف التحالف في عدن ووجود المملكة العربية السعودية وإشرافها على تنفيذ اتفاق الرياض الذي لم يبدأ بعد. ما الذي يريده الانتقالي لكي يفاوض في هذا الموضوع؟ لأنها أيضا أموال لم تدخل حيز التنفيذ، لم ترقم، لم تأخذ الرقم التسلسلي في البنك المركزي، وبالتالي حتى هو أيضا قال في بيانه أنها أموال مطبوعة في غير يعني غطاء نقدي، وبالتالي هي تضر. هو يعترف أنها عبارة عن أوراق تضر بالاقتصاد الوطني، وهي فعلا ستظل أوراق ما لم تدخل البنك المركزي وترقم أرقاما تسلسلية. هي مسألة ترقيم سيد محمد، يعني في ظل الوضع القائم حاليا في عدن وسيطرة الانتقالي على كل مؤسسات الدولة وعلى المدينة، مسألة الترقيم لم تعد يعني مشكلة، بالتالي هو يستطيع أخذ الخطومات. وأيضا هناك من تحدث بأنه قد سيطر عليها وأخذها سابقا، وإنما فيما يتعلق بالتحالف، إذا كان هناك تساهل من قبل التحالف مع الانتقالي في هذا الجانب، هل تظل مسألة الترقيم هي ورقة بيد الشرعية، أم أن الوضع فيما يتعلق بموضوع الترقيم لم يعني تعد ورقة يمكن أن تراهن عليها الشرعية في استعادة الأموال؟ الترقيم لو أردنا أن نجعل من الترقيم قصة لجعلنا منه قصة، ولا عممنا على كل يعني في كتاباتنا في إعلامنا في حملاتنا، بدلا من أن نجلد الضحية، بدلا من أن نجلد صاحب الحق، بدلا من أن نجلد المشروع الذي يمثل حلم اليمنيين، وهو في ورطة كبيرة يعاني من مشاريع أخرى، يجب أن نضغط في مسألة الترقيم. لماذا لا تكون هذه المسألة هي يعني موضوع حملة إعلامية للجميع نواجه بها الانتقالي؟ الآن الجميع صبوا جام غضبهم على الشرعية، لماذا ذهبت بالأموال إلى عدن ولم تذهب بها إلى حضرموت؟ وهو إعلام موجه وواضح، يفعلون الفعل ثم بعد ذلك يوجهون لها يعني حديثا معينا فينصب حديث الناس وينساق وراءها. تساؤل غبي أن يذهب الأموال إلى حضرموت وعاصمة الدولة هناك، هو يعتبر انسحاب تام للحكومة من عدن، بينما نحن نعرف أنها في عدن مكونات أكبرها يعني هو الشرعية، وقوتها موجودة، ويعرف الجميع أنه في اللحظة التي يعني تأمر فيها السعودية هذا التحالف الهش أو عفوا هذا الانتقالي أو المجلس، وفعلا قد وقع على بيان نعيه في اتفاق الرياض، والمسألة الآن مسألة ركضة أخيرة ربما له أهداف في موضوع هذه الأموال، وهذه الأموال في السابق أعادها إلى مقر التحالف في السعودية، واليوم أو غدا سوف يعودها، وتصريح وزير الخارجية واضح جدا. ما أريد أن أقوله أن من أهم سبل حماية أموال الدولة ألا نتساهل نحن كمواطنين ولا كإعلاميين ولا كمتخصصين ولا بعيدين أيضا حتى عن الإعلام في هذه المواضيع، يعني لا نجلد الضحية، لا أنا صاحب الحق والدولة محامي عني بالضبط. هي في الأول والأخير أنا والرئيس هادي وغيرنا كلنا مواطنين، وما يجب عليه أيضا يجب جزء منه يجب علي، وكل منه بقدر مسؤولية، والمسؤولية جماعية بالفعل. هذا الطرف ما لا يستطيع بينما بأيدينا أن نفعل كل شيء. نعم سيد محمد، يعني دعنا لتساؤل أهم نذهب، وهو فيما يتعلق بالموارد، يعني هناك موارد تسيطر عليها الميليشيات شمالا وجنوبا، كصحفي متخصص في الاقتصاد ولديك معلومات كاملة عن موارد الدولة، ما هي الموارد الهامة التي تقع تحت سيطرة الميليشيات سواء في الشمال أو في الجنوب؟ 60% من موارد اليمن، وهذا تقرير حكومي، من موارد اليمن بالكامل تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، لأن ميناء الحديدة يمثل من أهم الموارد، الميناء الجمركية والضريبية من 19 مليون مواطن، إذا ما افترضنا أن 70% من المواطنين يسكنون داخل مناطق سيطرة الميليشيا الحوثي، فمعنى ذلك أن 19 أو 20 مليون مواطن يدفعون للحوثي جبايات، هذا أهم مورد لا يتم التركيز عليه، والحوثي أحسن مخترع في هذا المجال،
كل يوم يخترع يعني جباية جديدة ووسيلة وطريقة جديدة ولا يمكن لها أن تحسب ولا أن تدخل خزينة الدولة، غير الإيرادات الضريبية وغير الجمركية وغير الواجبات الزكوية والمجهود الحربي. هناك يعني كل يوم يخترع يعني جباية جديدة، فنان رائع في هذا الموضوع. نعم. ولا أحد يتحدث عن هذا، يتحدثون عن شيء بسيط. الأهم الآن أيضا هي المشتقات النفطية، وتقع أيضا تحت سيطرة الميليشيا الحوثي الذي هو الاستيراد والتصدير في هذا الموضوع، وهو بيد ثلة بسيطة من المتنفذين الذين سمح لهم بعد قرار التعويم في 2015 أن يستوردوا، وجمدت بقية الأنشطة التجارية لبقية التجار. بقية الموارد يعني 60% هذه كلها لا تذهب إلى خزينة الدولة، وكان المقرر أن تذهب موارد ميناء الحديدة، والرئيس هادي قدم في هذا تنازلا كبيرا جدا أن تبقى الميليشيات بيدها يعني ميناء الحديدة، لكنها تدفع للمواطنين تحت سيطرتها يعني الرواتب، لكنهم رفضوا. وعندما عززت المادة 49 وهي تخص موضوع أن الإيرادات سيادية ويجب أن تصل كلها إلى مورد واحد، نعم، وشدت الحكومة في هذا الموضوع وكانت موقفها قويا، نهب المال، ومنتظر من الحكومة أيضا موقف قوي في هذا المجال. نعم. إذن سيد محمد تكرم بالبقاء معي، وأرحب بضيفتنا من ألمانيا السيدة جميلة عبيد، صحفية مهتمة في الشأن الاقتصادي. سيدة جميلة مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيدة جميلة. يعني نتحدث اليوم عن سبل حماية المال العام من النهب من قبل الميليشيات شمالا وجنوبا، كيف يعني تنظرين إلى هذه القضية والتي يعني تزداد يوما بعد يوم، نهب الأموال العامة أموال الدولة؟ في الحقيقة نحن لا نعاني فقط من نهب المال العام، ولكننا نعاني أيضا من النهب الشامل والكامل لكل مقدرات البلد، سواء كانت مال عاما أو حق خاص أو حتى الأرواح والكرامة وأيضا حق المواطن في العيش، كل شيء منهوب والبلد رايح في 60 داهية. السؤال هو كبير ومفتوح، سأركز على جانب مثلا لا أستطيع أن أقول المال العام، لأنه لا توجد دولة، وأصبحت الدولة بكل مقدراتها وبكل مؤسساتها بيد الميليشيات سواء في الشمال أو في الجنوب، ولم يعد بيد الشعب شيء. أعتقد أن مسمى المال العام لم يعد موجودا، فإن الحوثي كما أسلفتم أيضا يخترع كل يوم طريقة لكيف يستطيع الحصول على أكبر قدر من المال لتمويل حربه، ليس فقط لتمويل الحرب وإنما أيضا. طيب سيدة جميلة، يعني سوف أقاطعك هنا ولكن لتوضيح نقطة، أنت تقولين بأنه لا توجد دولة، كيف لا توجد دولة ولدينا حكومة شرعية ورئيس، ورغم كل يعني العراقيل والمشاكل التي تعترض طريقهم؟ أنا أتحدث من الناحية على الأرض، من الذي يقوم بالفعل على الأرض؟ إذا عدنا قليلا إلى الوراء أصبحت الدولة هي الفاعل الضعيف، أو الحكومة الموجودة في السعودية هي الفاعل الأضعف على الساحة، لم يعد يدها شيء، لم يعد يدها اتخاذ أي قرار، لم تعد مؤثرة على أي فئة من الفئات، إنما ينحصر الأمر في الولاءات. إذا كانت هناك فئة تدين بالولاء للحكومة في الرياض فإنها سوف تحقق رغبات الحكومة في البلد، لكن الواقع يقول بأن الفاعل الحقيقي في الجنوب هو الانتقالي والميليشيات أو الجماعات الأخرى، والفاعل الحقيقي في الشمال هو الحوثي. هنا الشعب تحت سيطرة هذه الفئات التي تقوم بالقوة بالحصول على كل ما هو ممكن الحصول عليه، سواء أموال أو أملاك أو حتى أرواح. وأنا أشدد من ناحية الأرواح، لأنه أصبح المال مقابل الروح، أصبح الشعب اليمني يفتدي نفسه بالمال، أصبح النهب عيني عينك. يعني الموضوع خطير جدا ويمكن السكوت طيب عليه. سيدة جميلة، يعني أفهم منك بأنه يعني الحديث عن الدولة وإيجاد دولة يفترض أن يتم قبل الحديث عن استعادة الأموال والحفاظ عليها. أظن أن السؤال يجب أن يكون بصيغة أخرى، يجب أن يكون هناك جهة مسؤولة في البلد
ولا يهم من تكون تلك الجهة التي يجب أن تتحمل المسؤولية القانونية لهذه الأفعال. عندما يقوم الانتقالي بنهب مال البنك المركزي فإنه لا يحمل أي مسؤولية قانونية، وهو كعصابة مسلحة تقوم بنهب المال الذي أتى من روسيا أو أتى من أي جهة أخرى لتمويل البنك المركزي. أتحفظ على تفاصيل وجود هذا المال وأتحدث هنا على الصيغة القانونية لنهب هذا المال، وأخذ إلى معسكرات الانتقالي، ميليشيا الانتقالي أو المجلس الانتقالي. فإن الصيغة القانونية لنهب هذا المال هي عصابة مسلحة تقوم بنهب هذا المال. لا توجد على الأرض جهة تستطيع اتخاذ أي إجراء قانوني تجاه هذه الجماعة المسلحة التي تقوم بنهب مال الناس عن عينك، وهي تتحجج بمجموعة من الحجج الواهية التي أخذتها من أفواه الاقتصاديين والمحللين، وتأخذ هذه الحجج ولا تحل المشكلة. بمعنى أن نتحدث عن حكومة هي لا تستطيع أن تقوم بأي فعل، ونتحدث عن أشخاص وهم لا يشكلون أي جهة قانونية أو جهة حقيقية نستطيع أن نتحدث إليهم باعتبارهم شخصية قانونية في الأرض. فهم مجرد عصابة تنهب وتسرق. نعم. طيب سيدة جميلة، ولا في صنعاء جهة قانونية نستطيع أن نتحدث معها أو نحاسبها أو أن نطالبها بتطبيق القانون. جميل، ابقى معي سيدة جميلة. أعود مرة أخرى لضيفي من مأرب السيد محمد الجماعي. سيد محمد، يعني استمعت لعلك لحديث سيدة جميلة، يعني تقول قبل كل شيء يعني لازم أن يكون هناك جهة مسؤولة، جهة يعني تستطيع انتزاع واستعادة هذه الأموال التي تنهب من قبل الميليشيات. يعني ما تعليقك؟ هي يعني وصفت الموضوع بتفصيل جيد وواضح يعني للعيان. معنى كلامها أنه لا توجد دولة، يعني نحن الآن في مرحلة استعادة الدولة، وبالتالي يجب أن يكون وقوفنا الكامل كله في يصب في هذا الموضوع. دولة تتخلق من جديد، واقتصادها بدأ من الصفر الآن، من تحت الصفر أيضا. لا يوجد في خزينة البنك المركزي ريال واحد، وهو البنك المركزي الرسمي الذي يعني نقلته الدولة بقرار رسمي مدروس. أصبح الآن يشتغل الإعلام ويشتغل الميليشياويون على موضوع إذا تكلمت عن الرواتب تكلموا عن البنك المركزي عدن، إذا تكلمت عن موارد تكلموا عن البنك المركزي في عدن. يعني وكأن سبب المصيبة هي النقل وليس فشل الميليشيات في صنعاء في إدارة البنك. طيب يعني سيد محمد، نحن كمواطنين، تسليم الرواتب للناس، نحن كمواطنين من الجهة المسؤولة التي يمكن أن نحملها المسؤولية في كل يعني ما يحدث وكل هذا النهب وحفظ وصون أموالنا وأموال البلد؟ طالما نحن الآن في يعني لدينا حكومة شرعية مخولة من الشعب اليمني منذ 2012 حتى الآن، فمعنى ذلك أنها هي المسؤولة الأولى عن توجيه عن لومنا وعن التوجيه الحديث في أي موارد. أيضا لدينا التحالف العربي، وهذا هذه النقطة مهمة جدا، والمملكة العربية السعودية هي الجار الدائم والأزلي والأبدي، وتعرف كل ما يدور في عدن، ولديها تواصل وموجودة على الأرض. وكان من المفترض أيضا أن تكون القوة السعودية هي التي ترافق هذه الحملة. هل هناك حدث لبس في الموضوع؟ لأنه من الطبيعي طالما والتحالف موجود فإنه يدير كل العمليات في عدن، وكل الأوامر تصدر مع نسخة مع التحية إلى التحالف العربي، لذلك هو أيضا معني، فهو طالما والبلد تحت سيطرته بحرا وبرا وجوا فهو أيضا معني في هذا الموضوع. لكن يعني أمام المسؤولية أيضا وأمام أن التحالف معني والحكومة الشرعية، إلا أن الأمور تذهب إلى الأسوأ سيد محمد. يعني التحالف معني ومشرف على كل ما يحدث، ونحن يوما عن آخر نجد أن الأمور تذهب إلى الأسوأ ولا تتحسن. أيضا يعني الشرعية هي يفترض أن تكون سبب فيما وصل إليه الحال، لأنها يعني تهاونت كثيرا وأظهرت نفسها بموقف الضعيف كثيرا، حتى استفردت بها هذه الميليشيات و يعني بسطت سلطتها على الأرض.
أخي الكريم، نحن وأنا وأنت وغيرنا أيضا علينا تقع مسؤولية أيضا في هذا الموضوع. لو أتيت لتحليل ما كتب وما قيل وما يقال على وسائل التواصل الاجتماعي لوجدت أنهم حملوا 90% الحكومة هذه المسؤولية. أنا أحمل الحكومة كل ما يجري في هذا البلد، لكن طالما ونحن نعرف وضعنا وبدون مكابرة وبدون كذب وبدون أيضا تزييف وبدون صب جام غضبنا على هذا المسؤول أو على ذاك أو على هذا الوكيل أو على هذا الوزير، يجب أيضا أن نقوم بواجبنا تجاه هذا الموضوع. يعني الموضوع يجب أن يترتب هكذا، نلوم الفاعل أولا، ونحن نعرف أنها مشاريع ترافق قيام أي مشروع جديد وأي مشروع ناهض أن هناك الكثير من المشاريع تتداخل معه، وفي الأخير لن يرضى الشعب اليمني. وأنا يعني رصدت كثيرا في هذا الموضوع وجع الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه على هذه المليارات التي ستذهب للميليشيات، لكن الوجع أيضا لم يوجه باتجاهه، كان من الأفضل أن يوجه للفاعل الذي قام بهذا الموضوع. نعم. ثم بعد ذلك تحمل المسؤولية الجهة ويضغط عليها أن تقوم بواجبها. لا أيضا الناس يتساءلون سيد محمد، يعني فيما يتعلق بمهاجمة خارج هذه المسؤولية الجهة الاجتماعية. نعم، ولو قاطعتك هنا، يعني فيما يتعلق بتحميل مسؤولية لجهة معينة، يعني البعض يتساءل بأنه مدينة لا تحكم سيطرتها عليها الحكومة الشرعية، على أي أساس ترسل الأموال وتسلمها لهذه المدينة التي تسيطر عليها الميليشيات وبالتالي يحدث ما حدث؟ يعني معقول يا أخي شادي أن الحكومة غير موجودة في عدن؟ يعني إذن على إيش نتفاوض؟ لو كانت غير موجودة ما عاد يحتاج الموضوع التفاوض على العودة. التفاوض على العودة، وإنما المسيطر فيه. المسيطر يعني معروف من يسيطر اليوم بشكل كامل عليها. عودة الحكومة يسيطر من هناك، من الساحل الذهبي، لا يسيطر من قصر المعاشيق، لا يسيطر من داخل البنك المركزي. نحن نتحدث عن وجود هش لميليشيا وليس لدولة ولا لإدارة ذاتية كما طيب يدعي لنفسه سيد محمد. يعني عن أي دولة نتحدث؟ لغرض معين ومؤقت. نعم، عن أي دولة نتحدث في عدن؟ والقوة التي كانت مكلفة بحماية هذا المال هي من قامت بنهبه في جبل حديد من 2014 والميناء بيد الميليشيات، بيد المجلس الانتقالي. نعم. منذ 2015 وما يزال تحت أيديهم كحراسة، كمكون من المكونات المسلحة الموجودة في اليمن برضا التحالف وبرضا الحكومة. وهذه من المساوئ سيد محمد. جدا. نعم، من المساوئ. هذا وضعنا يا أخي الكريم، ولا نرضى به، يجب أن نندد به، يجب أن يعني نوجه سهامنا إلى المكان الصحيح. وحلقة اليوم بعنوان سبل حماية أموال الدولة، يعني أنت كأنك وضعت المواطن والمستمع الكريم والمشاهد أمامك الآن ومشاهدي قناة بلقيس الرائعة، وضعتهم أمام مسؤولية، تقول لهم ما هو من وجهة نظركم سبل حماية هذا الموضوع. نحن نعرف وزير الخارجية تحدث قبل في نفس اللحظات التي تنهب فيها أنه يجب على التحالف السعودي أن يقوم بدوره تجاه هذا العمل، والحكومة قادرة أيضا أن تقوم بما يلزم في اللحظة والوقت المناسب، لكن نحن محكومون باتفاق الرياض. هذا وجهة نظر الدولة، وجهة نظري كمواطن يجب على الدولة أن تتخذ إجراءاتها في هذا الموضوع، وهي طيب. إذا لم تكن موجودة في عدن هي موجودة في أبين. جميل، وتعرف ماذا يوجد في أبين. جميل، إذا ابقى معي سيد محمد، سأعود إليك. أذهب لضيفتي، ولكن ننوه هنا بأن هناك مشكلة في التواصل مع سكايب، وإنما عادت إلينا عبر الاتصال الهاتفي. مرحبا بك مجددا سيدة جميلة. ويعني نتساءل، هل يمكن فعلا استعادة هذه الأموال المنهوبة في ظل هذا الواقع؟ دعني أتحدث عن ما قاله زميلي في الجهة الأخرى، أن التحالف هو المسؤول وهو القوة الموجودة على الأرض. ببساطة نستطيع أن نقول أن التحالف هو الذي سهل للانتقال الحصول على هذه الأموال ومصادرتها، وذلك لسبب بسيط. فمنذ بداية هذه السنة وربما من السنة الماضية وعلى خلفية سنوات ماضية، تعاني الإمارات من مشاكل مالية حادة، وبالذات دبي، وبسبب أزمة كورونا التي يعاني منها العالم، وربما قد يدخل العالم بالذات الدول التي لم تتخذ أي إجراءات، يدخل في كساد كبير أو حتى قصير المدى.
وهذا سبب أزمة مالية شديدة ودخول الإمارات في مرحلة ربط الأحزمة أو شد الأحزمة، وهي معناها التقشف. وهذا ما يفسر ظهور هاني بن بوريك قبل أيام وقوله أنه لن يدفع المزيد من الأموال للمحاربين في أي مرحلة من مراحل الحرب، كما أنه أيضا لن يقوم بعلاج الجرحى في الخارج. وهذا أيضا ما يفسر تسهيل أو تعدد مرات نهب المال البنك المركزي، بل وإرسال دفعات أخرى إلى هناك بغرض تمويل الانتقالي، ولكن ليس من مال دول الخليج التي لم تعد تملك تلك السيولة. فكيف قد يقوم التحالف بأي إجراء ضد الانتقالي وهو الذي سهل له الحصول على هذا المال بغرض تخفيف الأعباء على التحالف؟ التحالف لا يبحث عن عودة الحكومة إلى الأرض، التحالف لا يبحث عن عودة الحكومة إلى صنعاء، التحالف يبحث عن بديل يستطيع أن يستند إليه ويستطيع أن يجعله ممثلا له في الأرض. الانتقال يمثل الإمارات بقوة في عدن، ولا زالت المشاورات جارية مع الحوثي ولا نعرف في أي اتجاه تسير. الذي أريد أن أقوله أن تسهيل وصول المال لم يكن عملية ذكية من التحالف، وإنما كان عملية مخطط لها ومسهل لها مسبقا. وأما بالنسبة لشرعية وجود التحالف فهي ليست إلا بسبب وجود الحكومة التي لم تعد تمتلك أي شرعية على الأرض، بسبب أنها لم تعد فاعلا قويا في الأرض. طيب سيدة جميلة، ما الحل اليوم؟ الحل هو أن التحالف الآن يحاول أن يخفف الأعباء عنه بإسقاط هذا الحمل على الشعب، وهذه الميليشيات لا يعني يخفف الأعباء عليه بالطعن بالميت. الشعب اليمني هو الشخص، هو الجهة الأخرى التي يهتم بها أي طرف من أطراف الحرب. الشعب اليمني ينهب كل يوم ولا زال ينهب وسينهب إلى آخر المدى، طالما هناك حكومة ضعيفة في الرياض تسلم البلد، طالما هناك الحوثي في صنعاء يحاول إغناء نفسه. أنا لا أقول أنه مولى الحرب، فتمويل الحرب لا يحتاج كل هذا النهب، إنما هو يحاول إغناء نفسه وإغناء أفراده. هو لا يهدف لبناء دولة، فمن يقوم بمثل هذه الإجراءات لا يهدف لبناء دولة. أيضا الانتقالي لا يهدف لبناء دولة، هو يثبت الوجود الإماراتي داخل الجنوب لأهداف خاصة بالإمارات، ولا تخدم هذه الأهداف بأي حال من الأحوال، لا مستقبل الشعب اليمني ولا حاضره الآن. فالذي أقوله بأن ما تقوم به، نعم قد أتفق أن التحالف يشاطر الانتقالي المسؤولية القانونية في نهب المال العام، في نهب المال الخاص، وفي ضياع البلد وضياع فرصه في الحصول على وضع أفضل، وربما أدنى الحقوق الصحية والاجتماعية وأيضا الحقوق المالية كالراتب. نهب البنك المركزي هو نهب لأبناء الجنوب، نهب لأبناء الشمال أيضا، هو نهب للمال العام بغرض تغطية وتخفيف العبء المالي على التحالف الممثل بالسعودية والإمارات بالتواطؤ معها. نعم، إذن ابقي معي سيدة. لا يحمل أي غطاء قانوني، لا يحمل أي غطاء قانوني، وإنما يجب تثبيت أو يجب أن نقوم بجمع الأدلة الكافية والكاملة لمثل هذه الجرائم، حتى يأتي اليوم ليستطيع أن ينهض المارد من تحت الرماد الشعب اليمني، ويطالب التحالف بالتعويضات المالية، ويطالب ويقوم بدفع أو بزج بهذا الانتقال إلى السجن ليدفع ثمن المذابح وثمن السرقات وثمن المأساة التي يعيشها الجنوب اليوم وغدا. جميل، ابقي معي سيدة جميلة. أعود مرة أخرى لضيفي من مأرب السيد محمد الجماعي. سيد محمد، لعلك استمعت لحديث السيدة جميلة، يعني تقول بأن ما حدث هو يعني اعتماد على الذات من قبل الانتقالي بعد ما تعانيه الإمارات ودول الخليج من تقشف في الأموال بسبب الوضع الاقتصادي وأزمة كورونا، يعني لجأ إلى هذه الوسائل كاعتماد على الذات. طبعا أحيي الأستاذة جميلة، وهي
صحفية يعني متمكنة من الشأن الاقتصادي، لكن أنا لا أستطيع أن أشاطرها في هذا الموضوع. أنا طموحي من التحالف اليوم مش يأخذ عليها 159 مليون دولار تقريبا، هذه المبالغ التي كانت في الحاويات. نحن نطلب من التحالف الآن، نريد 4 مليار دولار يغطي بها وديعة سعودية تغطي اقتصاد الدولة بالكامل. لا أستطيع أن أقول أن التحالف وصل إلى هذا الوضع من التدهور الاقتصادي. التحالف خاصة المملكة العربية السعودية يعني عامل مهم جدا في اقتصاد العالم بشكل عام، ونطمح منها، أقول للأخت جميلة، نطمح منها إلى أن تضع وديعة كبيرة جدا في البنك المركزي لتعزيز اقتصاد البلد، لا أن تسمح للانتقال أن يذهب بهذه الأموال الغير مرخصة والغير مرقمة، ويعني وهو تحت نظره أمام هذه عملية مكشوفة أصلا. لا يمكن للمملكة العربية السعودية أن تسمح بمثل هذا الموضوع أمام سمعها وبصرها، والحكومة أيضا قد حملتها، لست أنا وليس المواطنين. لكن دعني أوضح طيب. نقطة مهمة، أن المواطن في عدن، المواطن عفوا شادي، المواطن في عدن هو الأكثر وعيا بيننا جميعا. نعم. يعني تخيل أن أفضل التعليقات وأفضل يعني الكتابات ضد هذا العمل الإجرامي كتبها أبناء عدن، كانوا غريمهم واضح وحديثهم واضح، لا حملوا تحالف ولا جلسوا يبكوا على الحكومة، ونحن نعرف أن هذا موجود في ضميرنا جميعا، أن نحن نستطيع أن نحمل التحالف والحكومة. قالوا هؤلاء الذين يريدون أن يحكمونا بالإدارة الذاتية، الآن يسرقوننا، هل بالله عليكم تصلح إدارة ذاتية لمثل هؤلاء؟ هذا طبعا هو المواطن العدني الذي يتميز عنا جميعا بأنه يفهم الموقع كما هو ويخاطب الذي أمامه حتى بدون خوف ووجل. طيب سيد محمد، يعني كما فهمته بأنه الحكومة الشرعية تراهن على التحالف، وأن شخصيا أيضا ما زلت تراهن على التحالف في حل هذا الأمر، يعني ألا تتوقع الخذلان من التحالف في قادم الأيام، وبالتحديد فيما يتعلق بالانتقال والأموال التي يقوم بها مؤخرا؟ أتحدث عن المملكة العربية السعودية التي إن حدث مثل هذا الموضوع في عدن وهو موضوع مهم، فهي أيضا اليوم وأمس وقبل أمس وهي وطائراتها يعني تغطي سماء العاصمة صنعاء وتغطي سماء جبال اليمن وسهولها وبديانها وتلاحق الحوثيين والميليشيات الحوثية. هذا في الشمال، لكن الوضع في الجنوب مختلف. على مستوى العرب الوضع في الجنوب مختلف، تعامل مع تعامل التحالف مع الجنوب. أحدثك عن الوضع في الجنوب، الجنوب محرر يا حبيب، الجنوب محرر، لكن هناك سياسات قد وقعت، هناك سياسات على نهايتها متناقضة في اتفاقية الرياض، هناك سياسات متناقضة في الجنوب. يعني شوف، في هذه اللحظات بالذات يأتي دورنا كمواطنين، أننا يعني نقول للمسيء أسات إلى داخل عينه ومهما كان، يعني يجب على التحالف أن يقوم بواجبه وسيقوم بواجبه، لماذا نذهب بعيدا عن هذا الموضوع؟ طيب إذن يجب على الحكومة أن تتحرك في هذا الموضوع، يجب أن تتحرك فقط. طيب سيد محمد، تظل أعيننا وسهامنا كلها على الميليشيا الانتقالية. جميل جميل سيد محمد، يعني في نهاية حديثنا معك يبدو أن الوقت قرب على الانتهاء، ولكن نود أن تضع لنا تلخيص عن السبل التي بالإمكان من خلالها استعادة الأموال والحفاظ عليها منا كمواطنين ومن الدولة ومن التحالف، ما هي السبل؟ جميل، السؤال جميل جدا، خاصة أنك ذكرت دور المواطن، أن التعويل على المواطن في هذا الموضوع مهم جدا، يعني هذه ثروات شعب، وهذه أموال تطبع باسم الشعب اليمني، ليست ملك عبد ربه ولا ملك معين عبد الملك ولا غيرهم، وبالتالي أن تظل عين المواطن، ربما هذه الأزمة أفادتنا أن عين المواطن يعني أصبحت رقيبة جدا على كل صغيرة وكبيرة، وأصبح المواطن الصحفي موجود في كل المجالات. أنا أقترح أنه يعني المواطن يقوم بحملة كبيرة جدا حول هذه الفلوس أنها مزورة ومنهوبة، هذا إن استخدمها الانتقالي وتجرأ على أنه يفك القفل لأي واحدة من الخزائن. هو أيضا أعلن أنه يتحفظ على هذه الأموال مثل ما قال في المرة السابقة أنه يتحفظ عليها، واليوم الثاني أو الثالث ذهب بها إلى مقر قوات التحالف. اليوم يجب أيضا أن نضغط وأن نركب العداد، متى ستعود هذه الأموال المنهوبة إلى البنك المركزي اليمني الذي تحرسه قوات سعودية؟ يا أخي، من المعيب
أن تظهر مثل هذه الأعمال في مناطق محررة وبدعوى نفس دعوى ميليشيا الحوثي، نفس دعوى ميليشيا الحوثي. جميلة قالت قبل قليل أن الحوثي أيضا يعني يتكلمون كلاما من الـ من الـ من الاقتصاد، من الجرائد ومن الصحف ومن المواقع، نعم، ويقولون كلاما في الاقتصاد لا لا, لا يطبقونه ولا يستطيعون أن يطبقونه. نحن الآن أمام مشروعين يتخادمان، ويجب علينا أن نضع ثقالنا كله في 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 هذا الاتجاه، هذا باعتقادي، وأن نعين الحكومة على أن تقوم بواجبها. اللعن جاهز والسب جاهز ونحن جاهزون، وما شاء الله كل واحد عنده يعني قواميس في هذا الموضوع، وكل واحد في نفسه وزير ووكيل وكذا ينتقم منه ومن الشرعية التي أنا وأنت وغيرنا كل واحد يمثل هذه الشرعية. يعني يعني أن نعين الشرعية في هذا الوقت معنى ذلك أننا نقول للجبهات تحركي، الشرعية الآن ضعيفة وتحتاج إلى مناصرة، لأن نقول أن هذه الشرعية قد فشلت، هي تحتاج إلى يعني مناصرة وعون، ويحتاج يعني أيضا منها الشرعية في مكان آخر. نعم سيد محمد، هي بالفعل يعني تحتاج إلى مساعدة وعون من الناس، ولكن أيضا الناس يأمل من الشرعية أن تساعد نفسها وأن تتحرك ولو قليلا. نعم، إذن وصلنا إلى ختام حديثنا معك. أشكرك سيد محمد، أشكرك جزيل الشكر سيد محمد الجماعي، صحفي مختص في الشأن الاقتصادي، كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، قبل أن أرحب بضيفي من اسطنبول الباحث الاقتصادي حسام السعيد الذي سينضم إلينا الآن، نذهب لمشاهدة هذا الاستطلاع أيضا من محافظة تعز، ومن ثم نعود للنقاش، نشاهد سويا. فأنا أقول كده بصراحة إنه لا يمكن طبعا أو مستحيل إنك الآن تطالب بأنه مثلا الانتقال يسلم لك طبعا ما نهبه، والآن إحنا نقول أيضا بأن هناك مثلا دعم تغطية من التحالف بالنسبة للانتقالي. لماذا؟ من أجل طبعا مثلا بأنه ضيع الجنوب، لأنه الاتفاقية حق الرياض تعتبر أنها ضيعت الجنوب، ضيعت الحكم الجنوب من الانتقالي ومن الشرعي. أصبح الجنوب الآن طبعا بدون حكومة، بدون طبعا رئاسة، بدون أي شيء. فإذا كنت نتكلم طبعا مثلا عن السعيد طبعا مثلا هذه لابد أن السعيد ذهب ايش بيقول دولة. المستحيل أن يتم استعادة الأموال المنهوبة في الوقت الراهن، لأن دور المؤسسات الحكومية ليس فعالا وليس لها أي وجود على أرض الواقع، وإنما يمكن أن تتم استعادتها إذا تثبت وجود حكومة واقعية على أرض الواقع ومؤسسات فعالة تتابع وتلاحق من نهبوا هذه الأموال. ساعتها يمكن أو احتمال ضئيل أن يتم استعادتها. وهذه الأموال أخذها الانتقالي بعلم من التحالف سواء الإمارات السعودية، وأن لو مثلا مش موافقين السعودية أو ما هو أخذ ولا ريال، لكن على علم ودراية وحماية منهم من التحالف. تكون استعادة الأموال المنهوبة من قبل عصابة الحوثي وعصابة الانتقالي هو بتقوية أركان الشرعية في المناطق المحررة، وايضا عدم التدخل من قبل الامارات التي تشجع هذه الاطراف على اضعاف الشرعيه في كل مكان. الاموال المنهوبه لا شك اذا وجدت دوله وجدت وعادت الشرعيه بحقيقتها وجدت على ارض الواقع، لا شك ان سترد الاموال كلها، لانه ما اخذ بالقوه الا سيرد بالقوه. ولذلك هذه حقيقه يجب ان تنتبه لها الحكومه الشرعيه، ولا بد أن يرجعوا إلى الوطن إذا كانوا يريدون أن يستردوا مثل الأموال ويستردوا الوطن. الوطن كله منهوب أصلا، ونحن كيف نريد أن تسترد الأموال بينما الوطن كله منهوب؟ إذا التحالف أعطى الضوء الأخضر لهذه الميليشيات أن تعيد هذه الأموال ستعيدها رغما عن أنفها. أما إذا كان التحالف بضوء منه أن هذه الميليشيات تتصرف هذه التصرفات فلن تعود هذه الأموال. الحوثي والانتقالي وجهان لعملة واحدة، ولا نستطيع أن نفرق بينهم. إذن مشاهدين، هذا كان استطلاع من محافظة تعز، ونرحب الآن بضيفنا سينضم إلينا من اسطنبول الباحث الاقتصادي السيد حسام السعيدي. سيد حسام مساء الخير. مساء النور، أهلا بك وبالمشاهدين. أهلا بك سيد حسام، يعني كباحث ويعني مهتم بالشأن الاقتصادي و لما يمثله رأيك من أهمية، نتساءل هنا ما الأضرار التي يمكن أن تلحق بالاقتصاد جراء النهب الذي نستطيع القول عليه أنه منظم من قبل الميليشيات؟ بالطبع
قبل أن نتحدث عن نهب نتحدث عن نهب من نوع آخر، وهو تعطيل أو عرقلة العمل الاقتصادي والنشاط الاقتصادي بشكل كامل. يعني العمل لا يقتصر فقط على نهب الأموال الجاهزة، ولكن أيضا عرقلة الدور الحكومي وعرقلة الأنشطة الحكومية بشكل شبه كامل، سواء في المناطق المحررة أو طبعا الانقلاب على الحكومة وعلى النشاط الاقتصادي بشكل عام وإنشاء نشاط اقتصادي موازي. الإشكالات طبعا كبيرة. أولا أنه ما تقوم به هذه الجهات، وهي جهات غير مختصة نهائيا، وهي جهات انقلابية وعصابات، يعني مجموعة من العصابات. لما تحدث عن سرقة فالآثار بالطبع سلبية وكارثية. قبل أي شيء هناك أصبح يعني الوضع الاقتصادي بالنسبة للمواطن صعب جدا. في المقابل الدور الحكومي ضعيف وغير قادر على اتخاذ أي خطوة في يعني في اتجاه هذا الوضع. نعم. والثقة بالاقتصاد الوطني كل يوم صراحة تدهور، وبالمؤسسات الحكومية وبالمؤسسات المستقلة كالبنك المركزي يعني أصبحت ضعيفة جدا. اليوم أجزاء كبيرة من البلاد لم تعد تتعامل بالريال اليمني وإنما بعملات أخرى، ظاهرة دولارة كبيرة داخل السوق وفقدان ثقة بالريال اليمني بشكل كامل. هذا الأمر طبعا يحتاج إلى وقت الإصلاح وليس بالسهولة، كما يقال بأن مخرب واحد يمكن أن يحطم ما يقوم به ألف بناء، وهذا بالضبط ما ينطبق على الوضع الآن. يعني إعادة الاستقرار للريال وتحسين مثلا في عدة نقاط مئوية في سعر الصرف عمل ليس سهلا، لكن هدم سعر الصرف والمضاربة والنهب ممكن أن يؤدي إلى التدهور وكبير جدا. بالمقابل بسهولة بخطوات متهورة وغير محسوبة العواقب والنتائج ولمصالح سياسية ضيقة للغاية. نعم. طبعا النتائج تبدو واضحة، طبعا التضخم، مستويات التضخم في ارتفاع مستمر، العملة الوطنية في تدهور مستمر وتدهور كبير وحاد مع الأسف. هذا من جهة. من جهة ثانية الحكومة غير قادرة على العودة على ممارسة أي نشاط سواء رقابي أو سواء نشاط أو تدخل في السوق. طيب سيد حسام، هنا نقطة مهمة. نعم. هنا نقطة مهمة، هناك من يرى بأن الأموال التي نهبها الانتقالي مؤخرا لن يستطيع الاستفادة منها كونها أموال وصلت غير مرقمة. يعني هل هذا الطرح دقيق وبالتالي بالفعل يعني لا خوف على هذه الأموال ولا يمكن الاستفادة منها؟ يعني أنا لا أعلم ما هو مصدر المعلومة هذه، لكن الذي أعرفه أن الأموال حين تأتي جاهزة للضخ في السوق. هناك آلية في البنك المركزي هي آلية تشبه إلى حد ما آلية توثيق هذه الأرقام وإصدارها رسميا، أما أن الأوراق هي جاهزة للإصدار هي جاهزة للإصدار تماما. ما يقوم به البنك المركزي هو كأنه يعني قيد أو تقييد لهذه الأموال داخل البنك المركزي وضخها. وحاولت أن أصل على معلومات. وإذا ما افترضنا أن المسألة مسألة توفيق، كيف أو توقيع عفوا، كيف يمكن الحصول على هذا التوقيع؟ وإنما توثيق ما أقوله، يعني أنه أنا عندي مبلغ كذا دخل في السيستم وأنه عندي مبالغ كذا ضخت إلى السوق أو موجودة مثلا في خزينة البنك، لكن المال الورقة تأتي جاهزة، لأنه حتى عملية الترقيم هي عملية معقدة، يعني مش بالسهولة توضع الأرقام في البنك المركزي هنا في عدن. هذا الذي أعرفه، وحاولت أن أصل إلى معلومة دقيقة جدا من داخل البنك المركزي نفسه لم أجد، لكن المعلومات التي لدي متوفرة أن الأموال تصل جاهزة للضخ في السوق. ما يقوم به البنك المركزي ليس ترقيم بمعنى وضع الأرقام التسلسلية على الورقة النقدية، وإنما عملية تقييد لهذه الأموال لدى الطرف البنك المركزي، بمعنى هنا أن الطرف الانقلابي قادر على استخدام هذه الأموال مباشرة في السوق إذا قرر استخدامها. نعم. وأمام البنك المركزي بالتالي أن يقول بأن هذه الأموال غير مقيدة لدينا، بمعنى أنها لن يستطيع القول بأنها مزورة، لأنه هو الأموال لا توجد فارق بينها، خاصة إذا كانت من ذات الفئة النقدية ومثلا ذات الرسومات عليها التوضيحية أو إلى آخره. طيب سيد حسام، يعني فقط لضيق الوقت يعني نعم. نتساءل هنا تساؤل أخير، ما هي الحلول بنظرك؟ يعني أنا في تصوري أن الأموال هذه ربما قد تعود كما حدث في السابق، لكن بدون استقرار على الأرض وتواجد الحكومة على الأرض داخل عدن لا يمكن يكون هناك استقرار. ليس فقط ولكن وقف التساهل نوعا ما كما حدث في الحديدة، أيضا الأموال التي تم إيداعها في البنك المركزي أو فرع البنك المركزي في الحديدة وتم نحبها من قبل الحوثيين بأمر سهل، واكتفت الحكومة بذلك بإصدار بيان تنديد. يجب أن يكون هناك أيضا مسؤول إحساس بالمسؤولية. قبل ذلك العودة والاستقرار الاقتصادي هو الأساس، وهذا الأمر يتطلب طبعا قرار سياسي ويتطلب
إجراءات أشد حسما من الحكومة، لا يمكن أن يبقى هذا الوضع معلقا بهذه الصورة لفترة أطول. لدينا اتفاق سياسي تم إبرامه على الرغم من سوءاته، لكن يجب على الأقل أن يبدأ تنفيذه. أما أن نصنع أن نوقع على اتفاق يبقى معلق لمدة عامين، هذا الكلام نوع من العبث والضحك على الدقون، ويجب أن ينتهي، لأنه عبث بحياة الناس وعبث أيضا بمسؤولية الدولة. وستجد الشرعية بعد أيام أنها تآكلت ولم تعد لها أي قدرة على العودة إلى الداخل أو ممارسة أي نشاط أو أي عمل، وهذا الأمر طبعا كارثي ويجب أن ينتهي. إذن يجب أن يكون هناك قرار سياسي في البداية قبل أن تتآكل الشرعية وتنتهي. نعم، وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الباحث الاقتصادي حسام السعيد، كنت معنا من مدينة إسطنبول. وأعود لضيفتنا السيدة جميلة عبيد، ونعتذر على التأخير سيدة جميلة، ولكن في نهاية هذه الحلقة نود منك توصيات ورسالة، يعني تودين قولها من خلال هذه الحلقة. في البداية أحب أن أطرح نقطة مهمة جدا، وهي أن ما أورده الانتقالي أنه قام بالتحفظ على هذه المال للحفاظ على السوق، لأن طبع هذه الأموال هو خطأ. نعم طبع المال هو خطأ اقتصادي، لكن إصلاحه لا يتم بإيداع المال في يد الانتقالي الذي سوف يستخدم هذا المال في جبهات الحرب ولتمويل خططه. إذن الرسالة مهمة جدا للحكومة، طبع المال ليس هو الحل. الأموال التي تعد بها السعودية لإيداعها في البنوك هي أموال ليست هدية من السعودية وليست منحة، بل يجب على السعودية أن تقوم بما تقوم به من إيداع الأموال التي لم نرى منها شيئا، فهي تقوم بهذه الأموال لشراء ولاءات أخرى على الأرض. نحن نريد أموال تأتي إلى الشعب مباشرة وتغطي احتياجات الشعب مباشرة، أموال تأتي لإعادة البناء وبناء البلد، بناء ما تم تخريبه، وأيضا لا تأتي لأيدي ميليشيات في الأرض. نريد هذا المال أن يأتي إلى الشعب، إلى يد الشعب مباشرة، ولا نريد مالا مطبوعا يأتي ليزيد الطين بلة ومشاكل الاقتصاد أيضا. نحن نريد استثمارات أن تأتي مثلا من السعودية، نريد دعم اليد العاملة، نريد أيضا تسهيلات للمغتربين في السعودية، نريد أيضا تعزيز سمعة الريال اليمني، وذلك بتغطية المشاكل الاقتصادية سواء في الخارج وداخل ضخ الأموال التي يحتاجها الطلاب في المهجر. هذه المشاكل ومشاكل أخرى كثيرة هي تسيء لسمعة الريال اليمني، ما يسبب بانهيار الريال. نحن البلد ليس في أي نشاط اقتصادي، هناك نشاط تخريبي كامل، هناك طرد للاستثمارات من داخل البلد. البلد فعلا مش الحل إن إحنا ندفع بالحكومة للأمام، لأن الحكومة فعلا غير قادرة على الفعل، وهي حكومة فاشلة وغير قادرة على إحداث أي تغيير. نحن بحاجة إلى قوة قادرة على إحداث تغيير في الأرض، موجودة داخل البلد، قادرة على أن تحدث تغيير بالاتجاه الاقتصادي وباتجاه إنهاء الحرب. جميل. إنهاء الحرب هي مطلب أساسي. لماذا؟ لأن إنهاء الحرب سيكون البداية للإجابة على التساؤلات الأخرى وليس البداية للحل. أشكرك سيدة جميلة عبيد، صحفية يمنية مهتمة في الشأن الاقتصادي، كنت معنا من ألمانيا، شكرا جزيلا لك. وفي نهاية هذه الحلقة أيضا الشكر لجميع ضيوفنا، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديعة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.